خبر إن شاء الله الفترة الجاية هتسمعوا أخبار كلها أمل في سيوة. اتعمل دراسات وأبحاث على مساحة أرض 658 ألف فدان. أقول الرقم تاني عشان الناس دماغها دلوقتي ممكن أيوة، على حدودنا الغربية سيوة ليبيا مساحة 658 ألف فدان، اتعملت أبحاث عليها، على التربة بتاعتها، على المياه بتاعتها، على هل ممكن استصلاح هذه المساحة وزراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية؟ الإجابة نعم ونعم ونعم. ماذا لو حدث هذا المشروع ودخل حيز التنفيذ إن شاء الله؟ يبقى إيه الموقف؟ يبقى إيه التغير؟ شو بكلمك على كام؟ 658 ألف فدان أرض، بالمناسبة سطحية، سطحة كده، ما فيهاش جبال يعني، كده زي ما أنت زي ما بقول كده، وهيتعمل أرض كده تتزرع إن شاء الله، وهيتعمل طريق طول هذا الطريق ده، بكلمكم على حاجات يعني لطيفة يعني 200 كيلو مترا للربط مع هذه المساحة الكبيرة. عارف يعني ايه الحكاية دي؟ لما ربنا يكرم كده ويتم الإعلان الرسمي. لكن بقول لكم الأبحاث ولا الحاجات مبشرة يعني إن شاء الله، يعني إن شاء الله عندنا تفاصيل بس مش لازم دلوقتي كل حاجة تتقال يعني. لما يتم الكلام ده شوف انت بتتكلم على ايه؟ على حدودك الغربية بتعمل ايه؟ على حدودك الجنوبية بتعمل ايه؟ على حدودك الشرقية بتعمل ايه؟ في امل اكتر من كده؟ ما هو حضرتك انت رايح لعدد سكان قد ايه؟ فانت عايز تزرع تزود القمح وتزود الشعير وتزود الذرة وتزود الصويا وتزود الاحتياجات والبنجر وتزود عباد الشمس وتزود الخضار والفاكهة زي ما انت عايز بقى. أرض الخير، أرض خير بجد في سيوة. تخيل، انت عارف الأهالي هناك بيقولوا على المشروع ده؟ انت عارف مين أول ناس؟ هم اللي بيشتغلوا في المشروعات. وبالمناسبة لقيت ناس كتير جدا محافظات وجه بحري، تحديد محافظة البحيرة، يمكن كفر الشيخ، محافظات أخرى موجودة شغالة هناك، ما شاء الله شباب، ما شاء الله في الفنادق وفي يعني في الأماكن المختلفة. شوفوا بقى عدد الشركات اللي شغالة في هذه المشروعات القومية ما شاء الله والتنمية. شوفوا العائد بقى. العائد رقم واحد بعيد عن الفلوس وبعيد عن الإنفاق، العائد على المواطن في سيوة. العائد إيه؟ على الأسر. قال لك الناس جم في فترة كانوا بيقعدوا في البيوت مش عارفين يخرجوا، ليه؟ قال لك كان بيخرج يروح الأرض بتاعته، يشوف شجر الزيتون بتاعه، يشوف النخل بتاعه، ما بقاش، حرق. فيقعد يعمل إيه؟ حطيته على خده وقعد في البيت، لا شغله ولا مشغلة، هو ما عندوش حاجة تانية، مفيش حاجة تانية إلا هما الشجرات، زيتون أو نخيل، دول اللي عنده. طب ماتوا، ماذا يفعل أهالينا في سيوة؟